إيمانا منا في جماعة زيو بالدور الفعال والدور المحوري الذي تلعبه الموارد البشرية في التنمية المحلية والجهوية والوطنية. ارتأت جماعة زيو أن تنظم وتبقى تنظم دائما هذا الحفل الختامي للموسم الدراسي تشجيعا للمتفوقات والمتفوقين بالمؤسسات التعليمية الموجودة بمدينتنا العزيزة. خير ما نبتدئ به هو آيات بينات من الذكر الحكيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو وارتأت جماعة زيو أن تحتفل وتكرم هؤلاء التلاميذ المتفوقين الذين تفوقوا بعد سنة من العمل، بعد سنة من الجد، بعد سنة من العطاء، توجوا بأحسن النقط في مؤسساتهم التعليمية. فبداية المستوى الابتدائي المستوى السادس حصلوا على نتائج جد إيجابية حسب المعطيات الموجودة لدينا، وكذلك المستوى الإعدادي والثانوي ارتأينا أن نكرم التلاميذ والتلميذات المتفوقات في الامتحانات الإجهادية هذه السنة، وفي السنة القادمة ستكون إن شاء الله سنة متبعة في هذا المجلس لتشجيع الدعم أو لتشجيع البحث العلمي بالمدينة. إذن أيها الحضور الكريم، قبل أن أعطي الكلمة للسيد المدير بالنيابة المدير الإقليمي السيد رئيس مصلحة التأطير المؤسسات، اليوم أننا نحتفي بأبنائنا وبناتنا اللي هما بطبيعة الحال رجال ونساء المستقبل القريب ماشي البعيد، لأن احنا كنعرفوا الحياة الآن قصيرة جدا في هذا الزمن. الطفل اللي هو طفل اليوم على مدى قصير يمكن له يصبح عالم في زمن قياسي، لأن وقت التكنولوجيا والمعرفة والعلم والفضاء والمجرات وما نعرف داكشي اللي ما وصلنالوش ومازال
ما وصلنا لهش وما يعني. ولكن الحقيقة هو أن المستقبل كله في هذا البلد وفي غيره هو بيد الأطفال ديال اليوم اللي غادي يكونوا رجال ديال الغد ونساء الغد. لذلك احنا كنا تلاميذ صغار في جيل الاستقلال وكنتذكروا جميعا كيفاش كنا احنا كنقراو بشكل بسيط ولكنه بشكل مهم جدا، بشكل فيه الحماس وفيه الإنسانية وفيه الدقة في الأشياء وفيه الإخلاص وفيه العمل الجدي وفيه كل الأشياء اللي بغينا نقولها شفناها احنا أطفال في الأساتذة ديالنا اللي كنا كنقراو عندهم. أستاذ كان مثال، وكل تلميذ وكنا ماشي صغار جدا، احنا الستينات راه قبل الستينات بقليل كان يعني التلميذ راه كبير شي شويه، ولكن مع ذلك كان الاحترام والوقار والتقدير للاستاذ، اما كان واحد التقدير عظيم جدا حتى للمراه وهي استاذه ذاك الوقت كيف كنقولوا. اذا كان واحد الاحترام كان واحد التقدير اخر. فلذلك هذا الجو اللي كنا احنا مثلا وعشنا وكنا كنقراو في ذاك الوقت هذاك كنعقلوا عليه مزيان، كيفاش كنا كنشوفوا رجل التعليم شي هرم تعطي شي حاجه. ولكن مع مرور الزمان بكل صراحه تغيرت عندنا الفكره بشكل كبير، وربما أصبح ذاك الاحترام وذاك التقدير اللي كان عند المعلم الذي كاد أن يكون رسوله بقى كيتضائل وكينزل في آخر المطاف يعني. إذا هذه واحدة متغيرة توقعت، ولهذا أنا لما كنقولها الآن كنقول من تجربتنا المتواضعة من اللي كنا تلامذة حتى كنا في التعليم حتى اشتغلنا حتى مشينا للجامعة قطاعات سياسية أخرى كانوا رجعوا وكان لقاو راسنا انه هذيك الدائره اللي فيها ما يسمى بالتعليم هي الاهم كل شيء. والبلاد بلادنا تمنى على ربي اننا في المستقبل نشتغل التطور ديال البلاد. وغادي نجيب واحد المثال بسيط جدا. قال لي واحد السيد اخيرا سمعتو عندو تاكسي، وقف واحد الأستاذ في الطريق خارج مشي مدرسة، وهذاك مول التاكسي سول هذاك قال له واش أنت أستاذ؟ قال له نعم. قال له واش أستاذ ولا أستاذ مصحاب الكونترا؟ فهمتي هذا القضية، واش أنت زعما رجل تعليم عادي ولا بالكونترا؟ يعني التعاقد. القضية يقولها هذا السيد قالها بصفة عفوية، ولكن المعنى ديالها راه كبير، راه خصها حتى هي نتعمقوا فيها ونشوفوها وكيفاش وعلاش. لما بدينا كنقولوا واش راكب الكونترا ولا شي حاجة راه معناه ولينا كنزيدوا كننزلوا من القيمة ديال رجل التعليم وكنهبطوه لتحت. من هذه القضية ديال الكونترا وديال التعاقد وديال حنا غير مواطنين مغاربة يعني من حقنا نقولوا. أنا مثلا إذا سولوني يقولوا لي شنو رأيك رجال التعليم بالتعاقد بالكونترا، غادي نقول أودي أنا رأيي يكون أنا ماشي مع الكونترا مثلا. هذا رأيي يمكن اللي نقوله. علاش؟ لأن الإنسان باش يمشي يصنع الأجيال راه خصو يضمن المستقبل ديالو، راه خصو يفكر في راسو، راه خصو يكون هو ضامن بانه راه واش انت خدام بحال راك كتخدم شي بلاصه كتحصد ومنين تكمل غتمشي؟ لا، يعني هذه امور خصنا نفكروا ليها مزيان حتى
حتى شي واحد ما عنده شي حاجه احسن وافضل من ولده ولا بنته غتقرا مزيان. وغادي نقولوا بكل صراحه شحال ديال الامهات ونقولوا ربما حنا هنا في المدن الصغيره ولا في الباديه، ولكن المدن الكبيره راه الامهات كيجريو بزاف، واحد المجهودات كبيره، مشي للمؤسسه، مشي للثانويه، هز هذا البنت، هز هذا الولد، جيب هذا، يعني كاين مجهود كيجي المجتمع المدني خصو يدير نفس المجهود. حنا في الجماعات المحليه ونتمنى على الله اننا نزيدوا نهتموا بهذا الشيء كثير، ولكن كنوه رغم قله الامكانيات، رغم قلة الإمكانيات، راه الجماعات راه ما عندهاش بزاف الإمكانيات، ولكن لما نلقى واحد الجماعة ولا نلقى واحد الجمعية مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتنحسب شحال ديال الحافلات اللي في الجماعة هنا في المدار ديال زيوف ولا ستريت كذا ولا آخره، عداد، هادشي ما كانش، ولذلك راه هذا الطريق اللي حنا فيه راه هو بخير، نزيدوا نأكدوه أكثر ونتعاونوا أكثر. وكنظن بانني الى يعني في الاول شكرت جميع الاخوان ولكن ما يمكنش نقول ربما كل واحد وكل وحده بالاسم وبالصفه وكذا الى اخره، اسمح واشكركم. المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لا يمكن الا ان تكون سعيده بهذا الحفل المتميز والمائز والذي يقام في هذه الجماعة العامرة من أجل تكريم التلميذات المتفوقات والتلاميذ المتفوقين من المؤسسات التعليمية بالمدينة. وأنوه بالمجهودات التي بذلها السادة الأطر الإدارية والتربوية وكذا الجهود التي قامت بها الآباء وأمهات وأولياء التلاميذ الذين وقفوا إلى جانب التلميذات والتلاميذ من أجل الحصول على هذه المراتب المشرفة. المديرية الإقليمية بالناظور تهنئهم على هذا الإنجاز، ونعتبر هذا النجاح وهذا التفوق هو تفوق للمديرية الإقليمية بالناظور التي بفضلها حصلت الجهة على المرتبة الأولى وطنيا، وجميع المتفوقين هي من مدينة الناظور، من مدينة أو من المديرية الإقليمية بالناظور، وهذا ليس بجديد، فالمديرية عودتنا على مثل هذه النتائج، وليس فقط في التحصيل الدراسي، النتائج الإشهادية أو الانتقال من مستوى إلى مستوى، ولكن أيضا في جميع الأنشطة الثقافية والتربوية وعلى مستوى الأندية التربوية في المؤسسات التعليمية وفي الأولمبياد وفي المجال الرياضي وفي غيرها من المجالات، فقد كان لهذه المديرية نصيب حصة الأسد على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي كذلك، حيث أن مجموعة من التلاميذ تفوقوا دوليا في تحدي القراءة، كما أن ننوه أيضا بالتلاميذ الذين والتلميذات الذين حصلوا على المرتبة الأولى جهويا في المشروع إنجاز، في مشروع إنجاز، وأيضا نهنئ جميع التلميذات والتلاميذ الذين تفوقوا وسيتفوقون في المعاهد العليا وفي المعاهد وفي الكليات وفي المعاهد المتخصصة. إذن حتى لا أطيل عليكم، أتمنى لتلامذتنا وتلميذاتنا مزيدا من التألق ومزيدا من التفوق،
خاصة وأن الدور الاستدراكية على الأبواب من غدا ستنطلق الدور الاستدراكية. أتمنى لجميع التلميذات والتلاميذ في جماعة زيو العامرة وفي باقي الجماعات الأخرى مزيداً من النجاح حتى نحصل على المرتبة أو أن نحافظ على الأقل على المرتبة التي حصلنا عليها لحد الآن. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. البحث العلمي والتعليم العالي وشكراً على كلمته الطيبة والقيمة. وقبل أن ننتقل إلى توزيع الجوائز لابد ذكرني سي محمد ذكرني بالدورة الاستراكية التي ستقام غدا إن شاء الله. نتمنى لتلميذاتنا وتلاميذتنا الموجودين الذين سيجتازون الامتحان الاستراكي غدا نتمنى لهم التوفيق. مباراة نتمنى لها التوفيق إن شاء الله في هذه المباراة. يتسلم الجائزة عموها هو الحاضر معنا. تفضل سي حسن ستوت وجامعة ولاد الدور السخانين وحاسي بركان والسيدة أمينة المعني كما تسمى لدى البنات الموجودة ومولاد البوريمي. وأنجزوا وأجادوا وأعطوا الكثير في هذا الاختراع لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة. أطلب من مدير المؤسسة مؤسسة ذوي الاحتياج الخاصة أن يتقدم إلى اللي فعلا أنهم هذه المجموعة فعلا أننا افتخرون اعتزوا بهم لأن في بداية المشوار ديالهم أنهم فكروا باش يشتغلوا على واحد المجال اللي اسمه يعني الاختراع. وحنا مسرورين وسعداء جدا كون أنه مؤسسة ديال حسن بن ثابت هي اللي حصلت اول ما قبل كل جهه ترتيب اول هذا المجال جهويا. وهذا اللي قلنا انه يعني شي حاجه اساسيه ومهمه. كنشكروا الاساتذه ديال المؤسسه ولكن في نفس الوقت كنشكروا التلميذات التلاميذ اللي فعلا انهم يعني تعبوا وانهم اشتغلوا انهم فكروا انهم يعني فكروا باش يكونوا حتى هما بطبيعه الحال في واحد المستوى اللي هو الاختراع. احنا كنشكركم جزيل الشكر. Behörde sei für die Unterstützung und für die Bemühungen für diese Stadt. شكرا لكم. في خضم هذا الحفل البهيج الذي تنظمه جماعة زيو لا يسعنا إلا أن نشكر المجلس الجماعي لمدينة زيو ومنتخبيه على إقامة هذا الحفل الذي نراه في الحقيقة لا يسعنا إلا أن نصفق له ومهم جدا لأنه من جهة يحفز التلاميذ ويشجعهم على المبادرة والاجتهاد والكد وكذلك ومن جهة أخرى يفتح المجال كذلك للتلاميذ والتلميذات في السنوات المقبلة كذلك على بذل مزيد من الجهد والاجتهاد. كذلك من جهة أخرى في الحقيقة هو تشجيع كذلك وتنويه و في الحقيقة التفاتة مهمة جدا من المجلس كذلك وخصوصا خلال الكلمة التي ألقاها السيد رئيس جماعة زيو التي شكر فيها جميع كل من ساهم من بعيد أو من قريب في حصول التلميذات والتلاميذ على هذه النتائج الإيجابية وكذلك تشجيعه وتنويهه ب المجهودات التي قام بها رجال التربية والتكوين من إداريين وأساتذة وكذلك
المجهودات ووقوف آباء وأمهات وأولياء التلاميذ الذين بفضلهم جميعا حصلوا على هذه النتائج لكي تشرف الإقليم والوطن بصفة عامة. فمن خلال الكلمة التي ألقاها السيد رئيس الجماعة وكذلك السيد مسير هذا الحفل، سمعنا على أن هذا الحفل سيكون سنة سنوية لجميع التلاميذ، ستكون سنة سنوية، وهذا في الحقيقة جد مشكور، عمل جد مشكور، والدفع بمجال التربية والتكوين إلى الأمام وإلى بذل مزيد من. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة أعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص بزيو أن نتقدم بجزيل الشكر على بجزيل الشكر للمجلس البلدي المحترم الذي سن هذه السنة الحميدة والتي نتمنى أن تكون بادرة خير، وهي مناسبة كرم فيها بناتنا وأبناؤنا تشجيعا لهم على المجهودات الجبارة والمعدلات العالية التي حصلوا عليها إن على المستوى المحلي والمستوى الإقليمي وكذلك المستوى الجهوي. فهذا بفضل تضافر جهود جميع الأطراف من أساتذة وأطر تربويين ومديرون وآباء وأمهات ومجالس منتخبة في توفير النقل المدرسي لبناتنا وأبنائنا من القرى والمداشر المجاورة قصد الالتحاق بالمدارس من أجل الحصول والتعلم. وإذ نغتنم هذه الفرصة نتقدم بجزيل الشكر إلى كل من ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاح هذا الحفل التربوي المهم، والذي نتمنى أن يكرر ويقام كل سنة في آخر الموسم الدراسي. فشكرا مرة أخرى لموقع زيو سيتي بوان نت الذي كان دائما حاضرا في تغطية هذه الاجتماعات وهذه الحفلات وهذه التكريمات، وشكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، معكم سعد أبو يعلى من ثانوية حسان بن ثابت. أنا والزملاء ديالي من نفس ثانوية تأهيلية حسان بن ثابت شاركنا في مشروع إنجاز المغرب لتحنا الفرصة أننا نتعرفوا على عالم المقاولات ونتعمقوا فيه، واللي من خلاله درنا المقاولة ديالنا زيجل، واستطعنا أننا نخترع واحد الجهاز اللي هو أغدوسون على حسب الناس المكفوفين. شاركنا به في المسابقة الجهوية نتاع إنجاز المغرب، واستطعنا أننا نفوزوا بهذه الجائزة ديال مسابقة إنجاز الجهوية. وحنا اليوم كنتواجدوا بالبلدية بمدينة زايو اللي كرمونا من خلالها رئيس الجماعة على المجهودات ديالنا، وكنشكرهم هذا المنبر، وكنشكروا أيضا الناس ديال كوزيومار اللي أطرونا وعاونونا كل هذه المدة باش أننا نقدروا نفوزوا في هذه المسابقة الجهوية. وكنشكروا أيضا رئيس الجماعة والمديرة ديالنا من ثانوية حسان ثابت السيدة ناصرة الجلالي، وما نساوش نشكروا موقع زيو سيتي. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا اليوم يوم عظيم نهنئ فيه فلدات الأكباد، نهنئ فيه وليداتنا وبنيتنا على المجهودات ديالهم. شكر خاص للآباء والأمهات على هذه المجهودات المبذولة لإنجاح المسار ديالهم. شكر خاص ايضا للجماعه. واكد على شيء اقول انه خير استثمار هو الاستثمار في الابناء فلدات الاكباد، هذا هو خير الاستثمار، هذه هي القاعده. نتمنى التوفيق للجميع رجال ونساء المستقبل المغرب الحبيب. شكرا جزيلا.